لكن طبعا دكتوره مي، الموسم ده كان موسم صعب، قابلكم يعني مطبات كتيره، فقدان لعيبه ونقصان لعيبه، يعني خسرنا 2 لاعبات طبعا في وسط الموسم كانوا مهمين جدا وكانوا يغيروا بشكل كبير شكل الفرقه. ده كان محتاج اعداد بدني ونفس سوري اعداد نفسي اهم حاجه للاعبات. كلمينا عن شغلك، كلمينا عن مجهودك اللي عملتيه طول السنه. احنا بصراحه كان يعني مرينا بصعوبات كتيره، بس كان كل ما يبقى في صعوبات بتعدي كان كابتن طارق يفكرنا احنا ماشيين عندنا هدف، فما ينفعش نقع ولو للحظه. فكنا طول الوقت عندنا الهدف قدامنا، وده اللي بنتكلم فيه مع اللعيبه، اللي هو احنا ما يفرقش معانا، طبعا بنتاثر طبعا، بس ما يفرقش معانا مين موجود ومين مش موجود، لان كل واحده ليها بصمه مختلفه عن الثانيه. فكل واحده لما هتأدي دورها مظبوط هنكمل بعض كلنا. فهو ده اللي احنا كنا شغالين عليه طول الوقت. بصش حواليا، انا ليا دعوه بنفسي، هتقدري تأدي كام في الميه من ادائك؟ وهو ده اللي احنا عايزينه طول الوقت، ان انا انا كويسه بس ممكن ابقى احسن، فخلينا نركز ان انا ازاي ابقى احسن. فكان طول الوقت كل بصراحه كل لعيبه فيهم، كل بطله فيهم كانت بتبص دايما ان هي عايزه، ها انا عندي شغف ان انا عايزه ابقى احسن. لما نبقى طالعين من ماتش مثلا، احنا كسبانين بس متضايقين ليه؟ لان انا كان عندي احسن عايزه اديه، لان انا كان عندي احسن عايزه اقدمه. فكان هو ده اللي بصراحه اللي موجود في الفرقه، اللي هو كل بنت فيهم عندها حلم ان انا ابقى كويسه، ده حاجه بالنسبه لي اضافه ليا. انت بنيتي على مستوى اللاعب الطوبه اللي هتبني بيها الفرقه بالظبط، سكتي طوبه عشان لو كل طوبه بقت كويسه الفرقه كلها بقت كويسه، هيبقى الشكل حلو. بس خليني اروح لنقطه انا اتكلمت فيها مع كابتن طارق خيري، وعايز اسمع كمان تعليقه على رد حضرتك، حته ان الفرقه مليانه نجوم، والموضوع ده دايما بيكون، خلينا نتكلم بكل امانه، انا راجل نجم او انا لعيبه نجمه، يعني عايز العب، يعني ازاي قدرت تدوبي ده؟ وازاي يبقى في انكار ذات ما بين اللاعبات باقتناع وحب؟ ازاي هل اشتغلت على ده مع كابتن طارق؟ واشتغلت عليه ازاي؟ احنا دايما كنا نقولها ودايما بنتكلم فيها، ان احنا كلنا بنكمل بعض. نعم. بازل، البازل لو في قطعه واحده مش موجوده الشكل وحش. صحيح. مش باين. صحيح. فهو ده، ان كل لاعبه ايا كان بقى، كلنا نجوم بس ايا كان هي دورها ايه، بيفوت، بلاي ميكر، ايا كان دورك ايه، هو انت بتكملي الشكل ككل. فانت لازم تبقي هتلعبي شويه، في ناس في مكانك هتلعب برضو، فاحنا كلنا بنكمل بعض كفرقه كلعيبه. فاحنا لازم كلنا، كل واحده ليها دور هتنزل دلوقتي تقدمه، لان في فرق احنا بنلعبها مختلفه. صحيح. فعشان كده كان لازم كل واحده عارفه دورها ايه. وبصراحه كان ممكن النهارده مالكيش دور، ممكن بكره يبقى لك دور. بالظبط. فهو البنات نفسهم كانوا عارفين ده، اللي هو مش معنى ان انا ما بلعبش ان انا وحشه، لا انا عارفه امتي وعارفه ان انا كويسه، وهيجي لي وقتي وهشيل. بالظبط. وحتى لما كانوا بينزلوا 2 3 4 5 بتقدم. لا احنا هما بيأدوا وبيسيبوا بصمه في الملعب، ممكن زيهم زي اللي كان بقاله 20 30 دقيقه في الملعب. وكمان كان الحته دي كان كابتن طارق بصراحه غارسها وبيتكلم فيها كتير جدا. يعني ما فيش ميتنج كابتن طارق ما كانش بيتكلم في الجزء ده، اللي هو انت ليكي دور هتنزلي هتأديه، هتطلعي غيرك هينزل يأدي دوره. فده كان مغروس في البنات بصراحة من دي 1، من قبل حتى ما ندخل في الماتشات الجامدة والبطولات.